سمعنا بقصة الرجال هذاك اللي رفض هالحال نوايا خطاب هو قلبه تقدم صوب ابوها وقال تقدم صوب ابوها وقال يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدر على الملة بشرع الله ونص الدين ابا تمامه مرادي غلف وادي طلبتك قولها لي تم فقير الحال فقير المال غني المبدا خالي الهم عز النفس وصل الخمس وراعي ربي الاعظم ومهما صار مع الاقدار أبا رضا بالذي مقسم تصدد وجه أبوها وطال سكوته ولا حكي قال تفكر ثم قال اسمع ترى بنتي لابن الخال ترى بنتي لابن الخال يا عم أرجوك لا ترمي الشوك في عيني وقلبي المغرم بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار لو تعلم لتحرمنا لتعدمنا وربك ما رضى بالظلم يا عم ناظر ترى الخاطب يبيها من سنين كم يراعي الخير هوانا طيب لا توقف في طريق الحلم وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدم تمايل راس ابوها ومال يهزها يمنة وشمال همس في اذن صاحبنا نصيبك مع سواها تنال نصيبك مع سواها تنال ما هو معقول ولا مقبول أعيش الفكرة دي يا عم بعد بنتك أنا أحلف لك علي تحرم بنات آدم ولو دنياي حكايتناي أبحكيها جروح وهم وهذا القلب يا عمي صعب حلف بعشقها واقسم بقول لك شي مدامي حي أموت غيرها يحرم بكل الياس بقول للناس حياتي خانها درهم حياتي خانها